صباح الخير صباح النور. اليوم رشقت لي على السفنج، دوك حليت اليوتيوب ونقلت. دوك عندي معلقه صغيره ديال الخميره ومعلقه صغيره ديال السكر وشويه ديال الملح. ما نديرش فيه الملح بزاف لان انا كندير فيه الكونفيتور، دونك غير شويه. فوالا جوج كيسان ديال الماء دافي وعندي الفرينه الدالية ثلاثه الكيسان ونص، هذوك جوج كيسان كيما شفت في الفيديوهات. فوالا كنخليهم شويه يرتاحوا ومن بعد تنديرهم خبيزات هكا وتنتقبهم من الوسط كبير. ندير جوج مقلات، وحده سخونه شويه والاخرى سخونه مزيان، والصلاه على النبي. وهاش الشفنج وصل من المغرب لفرنسا وبالصحة والراحة. يلا نوضوا الحادقات.